بأيادي مصرية خالصة وبالشراكة مع الخبرات الأجنبية في هذا المجال، تم إنشاء مجمع الرمال السوداء. هذا المجمع الذي له انعكاسات إيجابية بالطبع على الاقتصاد المصري وعلى الدخل القومي المصري. دعونا نتوقف قليلا مشاهدينا الكرام للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول الأعمال الإنشائية التي تمت في مجمع الرمال السوداء والوقت الذي استغرقته، إضافة إلى أهمية هذه العملية وطبيعة التعامل مع هذه الإنشاءات الخاصة بالمجمع. بنرحب بالمهندسة أميرة زغلول، حضرتك المشاركة هنا أو المشرفة صح؟ مهندسة أميرة زغلول، مهندسة مدني مسؤولة عن إنشاءات بمصنع الفاصلة بالبرولوس، مصنع الرمال السوداء. باشمهندسة أميرة، لو تكلمينا بشكل أكثر تفصيلا، وأنت أحد يعني الشركاء في هذا الإنجاز والعمل الضخم الكبير، بالطبع لي انعكاسات مهمة من نواحي عدة. هذا الأمر ربما يستلزم التعامل من الناحية الإنشائية معاه بشكل يختلف عن الإنشاءات الأخرى، لو حضرتك تحدثين عنها بشكل أكثر تفصيلا. طبعا هنا تم الاستعانه بالتصميم بخبرات استراليه. طبعا المصنع على مساحه 80 فدان، بتقسم لثلاث مناطق، منطقه اداريه بتحتوي على مباني خدميه بتخدم العاملين بالمصنع، عندنا منطقه صناعيه بتحتوي على 6 هناجر بحسب ترتيب العمليه الصناعيه، عندي منطقه لتخزين الخامات وخامات الركاز وخامات الالمنايت، عنده طرق للخدمه داخل المصنع بكفاءه وجوده عاليه، تم انشاء ورفع كفاءة الطرق الخارجية على الطريق الدولي لتسهيل وصول الخامات من مصنع التنجيم لمصنع الفصل. تم إنشاء أكثر من 20 بيت للكرة المجاورة للمواطنين الساكنين بالكرة، أكثر من 20 بيت. المصنع ساهم في تشغيل عدد كبير من العاملين من محافظة كفر الشيخ. طبعا بيساهم في حاجات كتير بالإضافة للخامات الخارجة من المصنع. باشمهندسة، طبيعة المواد المستخدمة في البناء، حضرتك تحدثت عن أكثر من أمر، يعني ربما الأمور يعني دقيقة أو علمية بشكل أكبر، ولكن يعني إرشادات الخبراء في هذا الإطار بيتم التعامل بشكل أو بآخر لبناء ما يتماشى مع هذه الاستخدامات من الفصل لهذه الرمال أو استخراج المواد التعدينية منها. هناك طبيعة خاصة بالطبع للإنشاءات، لو تحدثين عن هذه الطبيعة الخاصة أيضا، يعني هل كل مصنع يختلف عن الآخر في إنشاؤه؟ هل في مواد معينة يتم إنشاء يعني ما يسمى بالهناجر أو الهانجر، وآخر يحتاج إلى أساسات صلبة بشكل يعني أقوى للتعامل مع هذه المواد حال فصلها يعني؟ طبعا احنا هنا لازم حسب دراسه التصميم بنشوف احمال المعدات الموجوده، وطبعا انا عندي احمال عاليه في الهناجر، بنشوف على حسب الاحمال دي بنصمم القواعد الخرسانيه اللي بتشيل الهناجر ده، وطبعا احنا عندنا ستيل كفاءته عاليه جدا لتحمل العوامل الجويه واصلا والمعادن الموجوده، لان اصلا المعادن ملحتها عاليه جدا، فده بيأثر على كل الانشاءات عندنا، فبيحتاج تصميم خاص للتعامل معه وتنفيذ لإنشاءات خاص. الماكينات أو المعدات أو الخبرات، حضرتك تحدثتي في البداية عن الخبرة الأجنبية المشاركة في هذا المجال، ما هي الاستفادة التي انعكست إيجابا على حضراتكم أو على المشاركين من خلال هذه التجربة بشكل أو بآخر من خلال التعامل مع الشريك الأجنبي؟ احنا استفدنا بالتصميم وطبعا بطريقه عمليه الفصل للمعادن، طبعا التصميم الهناجر بحسب ترتيب العمليه ده كان استفدنا بالخبره الاسترالي، علشان برضو احنا نطلع باقصى جوده واكثر كفاءه للتشغيل، ما يبقاش فيه اي مستيك او غلط في التصميم او ان احنا مثلا في عمليه الفصل حاجه توقفنا، لان ده طبعا هيبقى 24 ساعه تشغيل، فده برضو بيخلينا ان احنا برضو نستفيد من كل الخبرات. تمام، يبقى الحديث مع حضرتك عن رؤيتك أو نظرتك لهذا المشروع. كل شخص بيبقى بادئ في عمل
يتمنى هذا العمل أن يكلل بالنجاح وأن يصل إلى يعني ما يصبو إليه أو ما يتمناه. وأيضا يعني هو في خدمة الوطن في النهاية وخدمة التنمية المستدامة في مصر. إحساس حضرتك إيه بعد اكتمال هذا البناء وأنت أحد المشاركين الأساسيين فيه؟ حسب الفخر طبعا، يعني سنين واحنا بنشتغل في المشروع ده عشان خاطر نوصل للجوده ده ونوصل للشكل اللي احنا وصلنا له ده، حسب فخر عظيم لان ده اول مصنع في الشرق الاوسط. الرمال دي كانت محتاجه انها تتوظف بشكل كويس عشان خاطر نستخلص منها المعدات بتاعتها، العناصر والعناصر اللي فيها ثروه قوميه بصراحه ان احنا كنا نسيبها. فانا حسب الفخر بصراحه وفخوره ان احنا وصلنا لليوم ده بصراحه. بنبارك لحضرتك يا فندم على هذا المشروع الكبير ومجمع الرمال السوداء في بلطيم بكفر الشيخ، ونتمنى لك مزيد من التوفيق إن شاء الله. المهندسة أميرة زغلول، شكرا على وجودك معنا. شكرا.